ثاني شو حكي داعس خلا برا سلم خلا سلم خلا يتهاوش معه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم يا أوسيم زت حلقة جديدة من سبيد يو سي. طبعا بتكلم في كذا شيء قبل ما نبدأ في الجيم بلاي، إذا حاب تنجز على طول الجيم بلاي بحط لكم دقيقة بالضبط. عموما أنا تقريبا قبل أسبوعين واستمريت أنزل بشكل يومي، يعني يوميا مقطع، لكن أمس واليوم وبالفترة الجاية راح تشوفون يعني تقليل بمقاطع، يوم إيه يوم لا، ممكن تشوفون يوم مقطع بعدين يومين ما في ولا مقطع. السبب انه في اختبارات حاليا، اواجه ضغط بعض الاحيان في اليوم الواحد يكون في اكثر من اختبار، ف شويه ضغط. هذا الشيء الاول. شيء ثاني، تخيلوا قبل الجيم بلاي هذا كنا نسجل انا وسلوم على اساس اقدر اطلع مقاطع بحيث اني ما اكون ساحب في الفتره اللي يكون فيها عندي اختبارات، لكن للاسف سجلنا تقريبا 3 مقاطع، مقطعين روكت ليج ومقطع ماينكرافت. يوم رحت انا ضرب رندرها لقيت انها ما في صوت، تخيلوا يعني مو بصوتي، مو بصوت سلوم مو موجوده وصوتي، لا صوت ما فيه، لا صوت الجيم بلاي ولا صوتي ولا صوت سلوم، يعني شيء يغبن ويحطم من جد. فيب عموما وبس، والله لا تنسون لايك وفضل سبسكرايب وشاهده ممتعه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم يا اوسيم زد ومعنا سلوم. هلا والله. اهلا وسهلا. هلا والله. سبيد يو سي في سيفر هاي بيكسل بيرد يور تشي. يلا بسم الله. ما تحس انها نازله شوي تحت؟ حتى نكون فوق. طب لا عاد فوق، بس كنا سحاب قريب ولا عندي؟ لا عندك بس. طيب قال حق كسر. صدق المفروض اني انزل اكسر، بس راح تاخذ خشب. يلا خافي. جايك. طبعا ذا بيكاكس له مده، ما ادري اذا قلت لكم من قبل ولا لا. اوكي ناخذ ايميرالد. كسر جولد كسر. يلا هذا يطلع في شنس، يطلع اداء. اح انحشرتنا. دبل صح؟ ايه دبل الظاهر. اوكي خلصت ايميرالد ما يحتاج. هنستغل الجولد. وهذه المجموعة ابغى اكسرها. اوكي المجموعة الثانية. دايما كسر. اوكي تكسر. اوكي حلو كسرت من الدايمند. حلو مدان كسر الدايمند. نايس ما يحتاج كل الدايمند. ايه طيب خلينا نسوي دروع. بعد انت ما عندك سبليت. خلاص سويت كل شيء. جاني لاق فجأة. نسوي سيوف ولا؟ والله انا بسوي سيف. اقصد دايموند. لا. خلاص اوكي. ولا اقول لك؟ لا ما يحتاج. يلا مشينا. طيب دقيقة بس خليني اسوي ذا. سيف وبتاكس. بسرعة أول ما تطلع يمين. ها؟ يجي جيتك. اوكي في اسم واحد تحت. واحد بس؟ اي كنا نشوف اسم واحد تحت. ها لا تعال هذا قرية ما فيها احد، تعال قدام. والله فيها جود، فيها كل شيء ذا. ايه هنا في قدام. اذا ما جاي اي جهة. من هنا. يلا خش. خش عاد دوش. أحد. تعال يا حبيبي. او سيف دايموند. نايس. والله يذيب. اح مش تطيح الغبية. بيكاكس الو بيكاكس تيم معك بيكاكس. معي. تعمل غبنة. نين. هذا خوية ما عليك على واحد منهم بس. اوكي. ثاني. بس ثاني. نايس. وش ذا؟ وش طقه ذا؟ ترى قاعد يمين. ليه اخذ هذا يا الله. وشو؟ خوينا تدرع بدروحهم وخذ سيفهم. تعمل غبنة. زرفنا ابن الذين. والله زرفنا زرفة أليمة. والله غبنة. ما معك سيف ثاني؟ هاي لا ايرون انا اصلا ما معي دايموند. امسك جود رابل. معك؟ معي 4. اعطيك فنتين. ترى طيب. معي جود كثير انا بس ما معي ابل. اقول نسوي سيف دايموند بس؟ سو انا ما يمديني اسوي لي. خلاص سوي لنفسك. اي وين راح السيف؟ طيب نحرقه هذا ولا ما ينفع؟ خله. وش نحرق؟ هذا مشكلة سكلتن يعني ما راح يستخدم السيف. ام الغبنة. هذا قهر والله قهر. امسك بكاكس انت ولا معك؟ لا ما معي. اوكي وين الثانيين؟ خش عليهم. يلا خش. طيب انا 3 قلوب ناقص وعندي حبة جولدن ابل. بلا اكلها قبل ما معك ثنتين ولا واحدة؟ صفر. اعطي واحدة بس. انا فل قلوبي. ايه نايس. والله يروع ذا سكلت حقك. يمين بالله يروع. انا ما فهمت ان اخذها. اوكي خلينا نروح نصها. واحد قال بطيخ يعطيك سبيد الظاهر. لا ما يعطي شيء. اللي خاص سكر هو اللي يعطي الظاهر. لا البطيخ يعطي شيء تسوي منه السبيد اتوقع. واحد كتب في الشات.
المهم ما علينا. خنطور السيوف ولا اي شيء. اوكي ما اشوف اي احد انا. في تيم اتش واف كاملين. يا رب. الو سلام. هلا والله ما يطور حقي. كنت اطور انا ما ادري. طور. طيب خلنا نرمي هنا غراب. داعي على صوت تنك. ايه ايوه ايش جاك achievement unlocked ready for professional. ما ادري وش لي الزبده. ما ادري وين الناس ذولي. او في حصان. انت رميت الميلان صح؟ اي رميتها. خلنا نشوف هذا اللي تسوى منه حق حركات حصان سلوم. وينه؟ انا تحت في القلعه الحين. اوكي اعطيها بحط هنا. او في ناس في ناس في هناك. هناك راح باكل قندره بنروح لهم. ها نجوم ترارم رم 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 يضربون تراس كي على هذا بيموت ذا. يلا عليه. شفني وراه يقطع مني. اوبي والله اوبي. ثاني شوف حقنا داعس. خله برس سلم خله يتهاوش معه. كبير والله كبير. والله يجي من والله جلد والله اعطاه واحدة. اقول لك هو حتى ما شافنا قام يكمل ماله. معك شو اسمه قلت نبل كثير ولا خلاص؟ قلت نبل كثير. يمدي يسوي. حط كرافتنج. او عندي كرافتنج. كرافتنج انا ما عندي كرافتنج. كرافتنج تيبل عندك. طيب جولد. يب امسك. طب ابلز. لا اكسر اصبر. يا رب يطلع ابل يا رب. ابل ثنتين امسك. طلعت خمس هب. سوي انت سوي. او خلاص ما ماي جود. والله يمدينا نصلح. طب باقي تيم ضدنا. تيم واحد بس. اي أيوة والله تيم واحد. والله حقنا زاحف. خلينا نخليه هو اللي يطب عليهم. ها اح الو سلوم. طعم القبنا. نعم هذا خويه ما عليك على واحد منهم بس. اوكي ثاني بس ثاني نايس. وش ذا؟ طيب انا ثلاث قلوب ناقص وعندي حبه جولدن ابل باكلها قبل ما معك ثنتين ولا واحده؟ يا رب. الو سلام. هلا والله ما يطور حقي. كنت اطور انا ما ادري. طور وات وش صار؟ اوكي شكله فصل على سلوم مسكين. اوكي معناته ان انا الحين ضد تيم كامل. واو فصل على سلوم. اوكي معناته انا ضد تيم كامل. انا والحصان وخويي. وين خويي راح؟ طيب اصبر اذا على كذا الوضع يبيله تظبيط. ورا الوضع يبيله تظبيط. خلنا نجيب جولد ابلز قصدي واجد. اوكي هذا خويي كفو. اوكي يبيله اجيب ابلز واجد. عندي جولد لكن ما عندي ابلز. والحصان يبيله يستفيد منه. الو سلوم. اوكي شكله فصل على سلوم ما ادري ليه. لسبب من الاسباب. طيب انا بحاول اني اضبط عمري ضد ذا التيم رغم انهم مو قاعدين يهيلون ما ادري ليه. سي الله عافية. طيب ثلاثة جولد نابل الحين معي اربعة وانا معي ثمانية اوريدي يعني 12 حبة نايس. اوه هذا ليهم. اوكي نايس طيب بروح لهم جولد نابل. وراه 14 اتش بي. يمدين عليه بالحصان يمدين عليه. قاعدين يضرب الحصان اول. اوكي نحشرت كملت على هذا كفو. وين اتش بي؟ بتموت بالطيحه. جي جي والله جود جيم 6 كيلز والله جود جيم حلو والله. فزالي صراحة ما ودي اجحد الفضل اللي سواه لي الحصان وذاك الفزع الثاني. ما ادري الثاني فزعلي ولا لا بس والله الحصان اثر في اللي صار قبل شوي في الحرب اللي صارت قبل شوي. بلا اذا رحت لهم يضربون الحصان اول قبل ما يضربوني. فاذا دمج الحصان وموتوه يذبحوني انا او يدمج من قلبي. ف عموما نايس والله جود جيم. يعطيكم الف عافية على المشاهدة. ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع. قناة سنوب ديسكريبشن وبس. مع السلامة.